السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أحمد المشايخ، رجعت لكم زي ما وعدتكم في حلقة تسجيل اليونيفاي كنترولر على برنامج الفي ام وير، حتى يكون عندنا اليونيفاي كنترولر بشكل فيرتشواليزيشن، بحيث يتم الاستغناء طبعا عن الديفايسز كنترولر اللي بيكون عبارة عن جهاز. طبعا من خلال اليونيفاي كنترولر هو جماعة المتحكم في جميع منتجات اليوبيكويتي مثل الاكسس بوينت، الراوتر، السويتش، الجيت واي ديفايسز، جميع هاي الاجهزه او المنتجات بيتم التحكم فيها من خلال اليونيفاي كنترولر. بطبيعه الاحوال طبعا انا قمت بتجهيز اليونيفاي كنترولر وارفاقه على او انستليشن على الفي ام وير. بمجرد يا جماعة أنت ما تقوم بتنصيبه على برنامج الفي ام وير، بإمكانك أنك تربطه بكرت النتورك الفيزيكال على جهازك سواء اللابتوب أو الديسكتوب، ومن خلاله طبعا يا جماعة أنك تقدر أنك لو كان عندك أجهزة اليونيفاي أو اليوبيكويتي أنك تشبكه أو توصله مع الفيزيكال كمبيوتر، حيث أنك تقدر تتحكم فيهم من خلال برنامج اليونيفاي كنترولر. طبعا جميع الأحوال يا جماعة احنا اليوم فقط راح نتعلم كيف ننزل اليونيفاي كنترولر. من بعد هذا طبعا احنا راح نقوم بعملية شرح اليونيفاي كنترولر ان شاء الله بالتفصيل المل في حلقة اخرى، ولكن يا جماعة خلينا نشوف مع بعض. طبعا هاي هو اليونيفاي كنترولر، رفعت لكم اياه على الميديا فاير، راح ارفق رابط التحميل اسفل الفيديو ان شاء الله. خلينا يا جماعة نشوف احنا عندنا هاي الفي ام وير. طبعا بمجرد احنا بس ما نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل راح يعطيني امبورت فيرتشوال ماشين. طبعا انت بتختار وين الاستورج باث، انت وين تقوم بتنصيب هذا الملف الخاص باليونيفاي كنترولر. انا راح اخليه مثلا على السي على الدوكيومنتس، هي امبورت، تظهر عليه بس بعض دقائق حتى يعمل الامبورتينج. بعد انتهاء الامبورتينج راح نستكمل ان شاء الله عملية العمل عليه. تمام، بعد ما يا جماعة ما انتهى من عملية الامبورتينج زي ما احنا شايفين تم اضافة الفيرتشوال عندي هنا بقائمة الفي ام وير. بقوم يا جماعة بس قبل ما الدخول على او تشغيل اليونيفاي كنترولرز خليني اضغط على ايدة فيرتشوال ماشينز واروح يا جماعة على اد، او اني باختصر الاد وباجي يا جماعة على نتورك ادابتر اللي هي النات، بحولها ل في ام نت 7 مثلا على سبيل المثال. ويفضل انك تكون يعني مش شرط انك تستخدم الفي ام نت 7، لا ممكن انك تستخدم الفي ام نت 6 او الفي ام نت 5، ولكن بجميع الاحوال انا بس اعتبر ان الفي ام نت 7 يعني علشان هي المميزة عندي. بقوم بالضغط عليها، بعطيه اوكي. بعد هيك يا جماعة بذهب إلى الإيديت على Virtual Network Editor، بقوم يا جماعة زي ما احنا شايفين الـ VMnet 7 ممكن إنها ما تكون ظاهرة عندك، ممكن يعني نجي نعملها احنا ريموف بهذا الشكل، أنت مش راح تلاقيها بالقائمة الموجودة أمامك. فأنا بدي أقوم بالضغط على Add Networks وأختار VMnet 7، أوكي. بشيل يا جماعة الـ Use Local ID HTTP حتى ما يصير عندي Duplicate بالشبكة، وبختار من هنا يا جماعة مثلا رقم الـ IP اللي راح يتعرف على هذا الكرت أو هذا السويتش، بضغط Apply. من ثم OK ومنقوم بعملية تشغيل النظام، تظل عليه بضع دقائق حتى يعمل. نقوم بعملية التحميل. مع العلم يا جماعة اليونيفاي كنترولر هو بيعمل على بيئة لينوكس زي ما احنا شايفينها. زي ما احنا شايفين يا جماعة الآن. طبعا من هون انت يا جماعة تقدر تختار اللغة اللي انت بتناسبك. نقدر نعمل لهاي كلوز. ونيجي يا جماعة على الابليكيشنز، على سيستمز،
روح لا بالفرنسيس انترنال انترنت اند نتورك، على نتورك كونكشنز، الوايرد كونكشن، ايديت، نقوم يا جماعة بالذهاب الى اي بي فيرجن 4 سيتنجز، بدل ما نخليها اوتوماتيك دي اتش بي احنا ننزل عليها على مانيوال بشكل يدوي، اد من كل 192.168.10.254، نروح على النت ماسك على 24 اد سوري ما بتلزم اد، هيك بالضبط زي ما احنا شايفينها، سيف بهذا الشكل، كلوز. الان يا جماعه لو دخلنا على ابلكيشنز ونزلنا على سيستم تولز ونزلنا على التيرمينال، قلنا له اي اف كونفيج، اي اف كونفيج انتر، زي ما احنا شايفين يا جماعه الاي ان اس 33 هو عباره عن كرت الشبكه الخاص فيها، لكن ننتظر عليه دقيقة بس نشوف الاي بي بتاعنا اين اصبح. زي ما احنا شايفين يا جماعة هذا هو الاي بي الخاص فينا اللي تم وضعه في داخل النظام. الان نقفل هذه يا جماعة ونذهب نذهب للويندوز بتاعنا على كروت الشبكة خلال الامر ان سي بي اي دوت سي بي ال. راح يوجد عندنا يا جماعة هنا ال في ام وير نتورك ادابتر في ام نت 7، بقوم بالدخول عليها على بروبرتيز على اي بي فيرجن 4. زي ما احنا شايفين يا جماعه طبعا انا كنت معد هذه الاعدادات مسبقا، بشيلها برفق كمان مره يا جماعه بنفس السبنتنج 192.168.10.1، السبنت ماسك على 24، اوكي اوكي كلوز، نقفل يا جماعه بهذا الشكل. الان لو ذهبنا للرن حتى نقوم بعمليه فحص الاتصال 254 انتر بهذا الشكل يا جماعه، تم الرد عليه من قبل مين؟ من قبل النظام اللي مسطب عليه اللي هو اليونيفاي كنترولرز. بهذا الشكل انا عملت اتصال ما بين الفيزيكال والفيرتشوال. تمام، الان يا جماعه طريقه التشغيل للكنترول، نضغط على اي متصفح بيكون موجود عندك، طبعا مش شرط اللي انت بتشوفه مناسب لإلك. انا ذهبت على الموزيلا فايرفوكس، بنقوم بكتابة HTTPS 192.168.10.254 8443 بهذا الشكل. بهذا الشكل يا جماعة تم الدخول الى المانج وزارد بهذا الاي بي. طبعا هذا الاي بي اللي هو يحتوي على المانج وزارد الخاص باليونيفاي كنترولر. من هون يا جماعة انت طبعا بتقدر انك تختار الدولة بتاعتك، طبعا انا خليني اختار مثلا جوردن، والتوقيت الزماني بتاعك نيكست. اذا كان في عندك يا جماعة اي اجهزة قيد العمل انك تقدر تتحكم فيها طبعا من هنا من خلال الاجهزة المتصلة فيك اتصال مباشر طبعا من خلال السويتش او ما شابه. الفور وايرلس نتوركس طبعا اذا انت طبعا بتحب انك تعمل الادمن للاكسس بوينت، طبعا ما عندنا اكسس بوينت لهذا الوقت، سكيب. اليوزر نيم والباسورد الخاصين باللوجن، مثلا انا بقول له ادمن، هنا مثلا بترفق له الايميل الخاص بالادمن، هذا الشكل، والباسورد بهذا الشكل. هذا الشكل يا جماعه طبعا الاس اس اي دي اللي هي اللي راح يكون طبعا اسم الشبكه عندنا. هذا الشكل يا جماعه بنكون احنا عدينا الاعدادات الاولى، ساين ان، اوكي ادمن ادمن. هذا الشكل يا جماعة احنا بنكون دخلنا في داخل اليونيفاي كنترولر. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة ما لا يوجد اي اجهزة عندي في الوقت الحالي، ولكن طبعا انت بامكانك انك تتمرن عليه وتتعلم عليه وتشوف انت شو اللي بيناسبك وشو اللي ما بيناسبك بالنسبة للنظام. النظام بصراحة رائع جدا، بتقدر انك تستخدمه تشوف تتعرف على النظام كيف بيعمل. لو جينا على السيتنجز من اسفل تقدر تشوف السايتس بتاعك، الوايرلس نتوركس زي ما انت شايفها، من هون تقدر تعمل اديت تغير في اعدادات الوايرلس نتوركس من هنا كمان.
انك تعدل مثلا بالنتورك بتاعتك اللي هي بتقوم بتوزيع ال DHCP والى اخره، الجيست كنترولر، الادمنز، اليوزر جروبس، الكنترولر، التحكم الكامل، كلاود اكسس والمانتيننس. طبعا هذه يا جماعة ان شاء الله تعالى احنا راح نسوي لها حلقة خاصة فيها تتعرف عليها يا جماعة، من خلال انك انت كيف تتعامل مع اجهزة اليوبيكويتي، ونعمل عليها لابات ان شاء الله. وان شاء الله تعالى لقدام راح نتعلم كيف ان نربطها مع اجهزة السيسكو واجهزة المايكروتيك. بهذا الشكل يا جماعة انت بتكون يعني قدرت انك تتوصل باليونيفاي كنترولر، وشفت الفكرة بتاعته. هذا كل شيء يا جماعة بالنسبة لحلقة اليوم، وأتمنى لكم تستفيدوا منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.